حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا، لأن كل الناس بتسأل فيها، وهي حلقة حارقات الدهون. ليه واحد بيفرق عن واحد في الحرق؟ ليه نفس الدايت واحد يمشي عليه خس كيلو، التاني 2 كيلو، التالت مثلا 4 كيلو؟ يا ترى في حاجة بتتحكم في حرق جسمنا؟ في حاجات كتير بتتحكم في حرق جسمنا، وهنتكلم عليها بالتفصيل في حلقة النهاردة. وهنتكلم كمان على محفزات الحرق، ازاي اخلي حرق جسمي عالي، يعني ازاي انا حتى لو حرق جسمي ضعيف انا اعليه. في حاجات أساسية في تعلية حرق الجسم هنتكلم عليها دلوقتي، وهنعمل الشوربة بطريقة، هنعمل شوربة اسكوبية دلوقتي بطريقة تخليها بتعلي الحرق أكتر ما هي بتعلي الحرق، يعني هي مجموعة من التوابل بتعلي الحرق، احنا كمان هنحط لها إضافة هنعلي بيها الحرق. إيه بيعلي الحرق؟ من أقوى الحاجات اللي مؤخرا وجدوها بتعلي الحرق القهوة الخضراء. عملت انا حلقه قبل كده عن القهوه، وقلت ان من اقوى مضادات الاكسده اللي خلقت على وجه الارض اللي ربنا خلقها لنا القهوه. ووجدوا مؤخرا ان قبل حبه القهوه، اول ما بتطلع قبل ما بنحمصها، لو اخذناها وهي لسه حبه خضراء وبدانا اخذنا الخلاصه بتاعتها، الاكستراكت بتاعتها، وحطناها في شكل مركز اللي هي شكل الكبسولات، وجدوا ان هي بتعتبر مضاد اكسده عالي جدا جدا، ومن اقوى حرقات الدهون. يعني عملوا دراسة قبل كده على مجموعة من الناس اللي هي قالوا عايزين مجموعة من الناس بتعمل ريجيمات كتير وبتعاني من ثبات الوزن، وبدأوا يدوها كبسولات القهوة الخضراء، وجدوا ان في خلال 3 أسابيع بدأ وزنها ينزل بشكل ملحوظ جدا جدا، نتيجة ان القهوة الخضراء بتحتوي على مادة اسمها الكلوروجينيك أسيد. الكلوروجينيك أسيد دي مادة بتعلي حرق الجسم، محفزة للحرق بشكل قوي جدا جدا، ملهاش اي عرض جانبي. في ناس يقولك هي القهوة دي زي القهوة العادية اللي بنشربها توجع المعدة؟ لا، القهوة اللي هي السودة او البني اللي بنشربها دي لو خدتها على معدة فاضية بتوجع المعدة، القهوة الخضراء لا، دي خلاصة او مستخلصات من حرقات الدهون، انكلودنج او داخل فيها القهوة الخضراء، مستخلص القهوة الخضراء بنسب عالية جدا. ويمكن الكلام ده انا قلته في حلقة امبارح بس بنعيده بسرعة. لا، القهوة العادية هقول لك حالا يا كريم ايه الفرق ما بينها وليه بتثبت الوزن في بعض الناس. القهوة الخضراء بتعلي الحرق نتيجة مادة الكلوروجينيك أسيد اللي موجودة بشكل مركز جدا جدا في الكبسولة، وأيضا القهوة الخضراء مدرة للبول، مدرة بالدال، يعني بتساعد الجسم على التخلص من المياه والأملاح الزائدة.